حمل تطبيق كومن، اشتري تأميناً لسفرتك بأحسن الأسعار وبأقل من دقيقة. اختر نوع التغطية، حدد مدة السفرة وأدخل تفاصيلك. مع تطبيق كومن أمن رحلتك وريح بالك بسرعة وسهولة. كومن، مستقبل التأمين. مثل ما شفنا بهالشورت فيديو وبداية الحلقة، أبليكيشن كومن للتأمين عم تكبر وصارت شاملة لكل أنواع التأمين بطريقة كتير هينة. بما أنه بس مننزل الأبليكيشن على الموبايل تبعنا بظرف 90 ثانية بنعمل بوليس التأمين للي بدنا إياه، من دون ما نروح نعمل ميتينج ونروح أي مكتب. نحن وعلى الموبايل روجيه بنرحب فيك مستر روجيه زكار، أكيد من كومن انشورنس. اشتقنا لك أول شيء. كيفك جورج؟ نحن بالأكتر. يعني كومن عم تكبر كتير، بلشنا كنت طلعت معنا بنهاية عام 2018 بأوتو فوكس، خبرتنا عن كومن كان بعد قيد التطوير، يوم صارت شاملة لكل أنواع التأمين بكبسة زر واحدة. مزبوط. نحن اليوم كومن هي عبارة عن أبليكيشن وين واحد فيه يشتري بوليسة التأمين تبعيته خلال 90 ثانية. يعني أي نوع تأمين حبيت تعمله، إن كانوا السيارات او السيد او الدرونز او الحيوانات. درونز يعني اكيد عم نحكي عن كاميرات اللي بتطير وتصور من الجو، اللي بدها رخصه كمان من الجيش ولنجيب رخصه كمان بده يكون عندنا تامين اوريدي للدرون. انتم عم تعملوا هذا النوع التامين؟ مزبوط. اليوم حيلا درون بده يطلع يترخص من قياده الجيش، من بده يكون عنده بوليسه تامين، ونحن بفتكر من الشركات الوحيده اللي عم تامن هيدي بوليسه التامين للدرون. كمان انتم من الاشخاص اللي عم بيامنوا اليوم تامين على الصيد، وهلا كل الأشخاص عم بيروحوا تيجيبوا رخصة لموسم الصيد، وكمان كمان نجيب رخصة للصيد بده يكون عنا تأمين على هالموضوع. مزبوط. وأنا نحن اليوم عملنا بوليسة نوعا ما جرين، يلي هي ما بتتطلب ورق، فبشكر معالي الوزير البيئة يلي دعم هيدا الموضوع، يلي نحن اليوم حيلا شخص مش بحاجة لورقة، مش بحاجة لورقة ولا لطابع ولا شيء، حيلا شخص في فوت على الابليكيشن يعمل بوليسته التأمين تبعه للصيد ويروح على مكتب ليمون باست يقدمها وبيمشي الحال. وبيمشي الحال على الموبايل، كل شيء صار على الموبايل اليوم جو جري، من دون ما نطبع شيء، من دون ما نضر بالبيئة. كمان انتم الاشخاص اللي عم تعملوا اليوم كشركة كومن بالتعاون اكيد مع كوميرشال انشورنس عم تعملوا اسيرانس على الموتور، هي الشغلة قليلة اليوم، ارتاحوا كثير اصحاب البايكس انه صار فيهم يعملوا اسيرانس على الموتور تبعهم. مزبوط. نحن خلال تأميناتنا نحن أكيد فينا نقول إنه نحن من أكبر شركة بلبنان من أمن الموتويات، وواحد في أمن أكيد موتورته ضد الغير أو الإلزام على الأبليكيشن، وأكيد كل التأمينات اللي عنا إياها داخل خدمة النقل أو خدمة الونش في حال انقطعت الموتور. كمان هلأ بدنا نعرف منك لايف، يعني أنا أوريدي عملت داونلود للأبليكيشن وبطلب من كل أشخاص عم بيحضروا اليوم أوتوفوكس يعملوا داونلود لأبليكيشن كومن مثل ما عم تشوفها باللون الأزرق، بتعملوا داونلود على الأبل ستور أو الأندرويد حالة أو حالة محل، وبطريقة كتير سهلة بنعمل عملية التأمين سوا. خلينا نشوفها هلأ لايف مع روجيه. أوريدي أكيد عملت عندك إياها على أنا مثل ما قال جورج، أبليكيشن اسمها كومن، كومن إنشورنس أو من حالة بلاي ستور أو جوجل ستور. أنا فوت على تليفوني عندي إياها الأبليكيشن هون بالأزرق، كبسناها. أول شيء منشوف جميع البوالس اللي في منها بالعربي وبالإنجليش، ما هيك؟ طبيعي حسب التليفون تفتح، يعني إذا تليفونه الشخص بالإنجليزي بتفتح بالإنجليزي. أوكي. وإذا تليفونه الشخص بالعربي بتفتح بالعربي. خلينا على العربي أكيد أوضح اليوم للمشاهدين. نحن عنا أكيد أول شيء تأمين الدرون، تأمين بوليسة الصيد، تأمين السفر، تأمين السيارات، تأمين على الحيوانات الأليفة بت انشورنس، تأمين على العمال، تأمين على المنزل، تأمين على الغلطة الطبية. إذا فتنا على تأمين على السيارة، نحن بدنا نفوت على التأمين على السيارة كبسناها. نعم. بيجي بيفتحنا ورقة عنا يا الموتويات اللي كنا بنحكي عنهم يا تأمين على السيارة، فحتحط لنبدأ لنبلش. هون دايما بيعطونا معلومات عامة عن البوليسة. نعم. هون الشروطات العامة تبعوا للبوليسة، من شركة التأمين اللي هي بهيدي الحال كوميرشال انشورنس، وكبسنا لنعمل بوليسة. بيعطينا الخيار يا نعمل بوليسة إلزامي يا نعمل بوليسة إلزامي ضد الغير. نعم. نحن هلا اليوم بدنا نعمل بوليسة إلزامي ضد الغير. كبسناه هون اثنيناتهم سوا. بنعبي المعلومات، بنصور الدفتر، وبس نصور الدفتر كبسنا تقلبنا على صفحة الدفع بنشتريها وبتوصل البوليسة. وهون شغلة مهمة كثير، بس نوصل على صفحة الدفع في كود بنحطه، بتطلب منا كود الابلكيشن. اذا بنحط كود MTV مشاهدينا خلال فتره اوتو فوكس
عم بيطلع لنا خصم 50% على حيلا نوع بوليصة على الابلكيشن. يعني مزبوط. شو ما كان نوع البوليصة عم ناخذ 50%. مزبوط. حيلا شخص بده يعمل يجدد او يعمل حيلا بوليصة خلال فترة اوتو فوكس بيطلع له 50% ديسكاونت حيلا بوليصة. اوفر حرزين كثير رجال. بفتكر اوف مميز طبعا. مش بس هيك بينزل حيلا شخص عمل لنا داونلود للابلكيشن او اسمه بيسحب قرعة ويربح جوائز كثير مهمة غير بوليصة تأمين. هالبايك السبيشل اللي معنا اليوم ال 946 من فيسبا اللي كتير غالي سعرها والسبيشل اديشن كمان رح تكون ضمن يعني في شخص رح يربح هيدا البايك اللي معنا اليوم بالاستوديو روجي وعدة جوائز غيرها كنا ذكرناها. انا بتشكرك روجي زكار على وجودك معنا وجود لك لكومن وبنرجع نطلب مره جديده عبرك واكيد عبري كل الاشخاص اللي يحضرونا يعملوا داونلود لابلكيشن كومن على الموبايل تبعهم ويستفيدوا خاصه بفتره اوتو فوكس 50% خصم على اي نوع بوليسا بيحصلوا عليها. روجي بنشوفك بحلقات مقبله اكيد لاحقا رح نعرف مين رح يربح البايك الحلو البسبا اللي معنا اليوم واكيد الجوائز الاضافيه اللي رح اكيد ضمن حلقه خاصه بام تي في الايف. مزبوط مشاهدينا هذه كانت حلقتنا اليوم. لقيكم دائما بحلقات جديده على ام تي في. الى اللقاء.